بعد نحو 30 عاما من الإهمال الذي عانت منه السينما السودانية، تسعى مبادرة فرنسية لإحياء الفن السوداني من جديد عبر التعاون بين مجموعة من المخرجين الفرنسيين والسودانيين لإنتاج أعمال مشتركة بهدف إحياء الفن السينمائي. نساعد المخرجين في السودان وسوف يرسلون إلى فرنسا، كما سنحضر مخرجين فرنسيين لتنظيم ورش عمل وجلسات تدريب في السودان. وقد تراجع الإنتاج السينمائي في السودان إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي أمضى 30 عاما في السلطة، ولم تجد دور العرض السينمائي بدا من إغلاق أبوابها وسط إغفال وتجاهل من قبل نظام البشير لدعم المشهد الثقافي، حتى باتت بعض دور العرض السينمائي مهجورة ومهملة وتحول بعضها إلى مأوى للمشردين. يعني بالنسبة لنا ده حتكون حاجة كويسة شديد، إنه حنلقى مجالات، حنلقى فرص أكتر، حنقدر ننتج، حنقدر ندعم اقتصادنا، حنقدر ندعم أنفسنا برضو. المبادرة الفرنسية تعرض أعمالا سينمائية في 16 دار سينما تم تجديدها وترميمها بمساعدة السلطات الانتقالية في السودان. وبحسب مؤرخين سودانيين فإن أول عرض سينمائي في دار عرض سودانية يرجع لعشرينيات القرن الماضي،